بسم الله الرحيم. عمل الصغير المشبه باسم الله قال ارفع بها وانصبها وزر بها وهي بأل وبدون أل، اسم مصحوب بأل ومضاف إلى ما بأل ومضاف إلى ضمير الموصوف ومضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف ومجرد من أل دون الإضافة ومجرد من أل الإضافة، فصور 36 نعرفها بأل. تقول جاء زيد الحسن الوجه، عملتها هي بأل وعملتها في معرفة بأل الحسن وجه الأبي، هي بأل وعملتها باسم مضاف إلى ما بأل الحسن وجهه، عملتها في مضاف إلى ضمير الموصوف الحسن وجه أبي، عملتها في مجرد من دون الإضافة الحسن وجه غلامه، عملتها في مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف الحسن وجهه، عملتها في مجرد من الإضافة هي بأل وأضفتها. والمعمول في هذا كله يكون مرفوعا ومنصوبا وزرارا 3 في 6 في 18 طيب. نأتي بالصفة المشبهة ليست معرفة بأل، تقول جاء رجل حسن وجهه، عملتها في مضاف إلى ضمير الموصوف وجهه، الحسن وجهه غلامه في مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف الحسن الوجه، حسن الوجه عملتها في معرفة بأل الحسن وجه الأبي في مضاف إلى ما في أل الحسن وجه ابن، عملتها في مضاف في مجرد من الإضافة الحسن وجها، عملتها في مجرد من الإضافة. والمعمول في كل هذا مرفوع ومنصوب ومجرور 3 في 6 في 18 18 18 36. يتصور أن يكون معمول الصفة المشبه باسم على 36 صورة، كلها جائزة إلا إذا كانت الصفة بأل والمعمول مجرور، ليس معرفا بأل ولا مضافا إلى ما في أل، وهي الأربعة التي سوف ينطقها لك ممنوعة. جاء زيد الحسن وجهه لا تجوز، الحسن وجهه لا تجوز، الحسن وجه غلامي لا تجوز، الحسن وجه أبي لا تجوز أربعة. وهي قوله فاربع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوبة ال ومتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجر بها مع ال، لا يجوز لك أن تجر بها وهي بال اسما من الخلاء ليست فيها ال وخلاء من إضافة لتاليها وما لم يخلفه بالجواز والاسم. هذا ما قول من قول ابن مالك قبل هذا من قول ابن مالك في الإضافة، هل وصلت الإضافة؟ إضافة قرأتها ووصل ألبل المضاف المغتفر إن وصلت بثانك الجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضريب ورأس الجاني. عندك الوصف إذا كان بيل لا يضاف إلا لما في يل أو إلى مضاف إلى ما في يل، تقول لك جاء القارئ النحوي أو القارئ كتاب النحوي، لا يجوز تقول جاء القارئ كتاب، لا يجوز هذا. كذلك هنا كل الأجور جائزة. نقول الصفة المشبهة باسم الله تكون معرفة بأل، يكون معمولها مضافا إلى ضمير الموصوف أو مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف أو معرفا بأل أو مضاف إلى ما فيه أل أو مجرد من أل الإضافة أو مجرد من أل الإضافة. والمعمول في هذه الأحوال 6 مرفوع أو منصوب أو مجرور، فتلك 18 صورة. وتكون الصفة المشبهة بغير أل، ويكون المعمول مضافا إلى ضمير الموصوف أو مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف أو معرفا بأل أو مضاف إلى ما فيه أل أو مجرد من أل دون الإضافة أو مجرد من أل الإضافة. والمعمول مرفوع أو منصوب أو مجرور، فتلك 18 صورة، وقبلها 18 صورة، فالصور 36 كلها جائزة إلا 4 صور محصورة في أن تكون الصفة المشبهة باسمها بأل ومعمولها مجرور ليست فيه أل وليس مضافا إلى ما فيه.